نحن في كل يوم نقرأ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. ما هو الصراط المستقيم؟ يقول الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى سلام الله عليه: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. العبودية لله دون سواه هو الصراط المستقيم. العبودية لله لا للطواغيت، لا للظلمة، لا للحكام، لا للأهواء، لا للشهوات. العبودية لله واجتناب الطاغوت هو الصراط المستقيم. من أنعم الله عليهم بهذا الصراط، بأن سلكوا هذا الصراط؟ من الذين نتمنى وندعو أن نكون منهم؟ نريد أن نكون على الصراط المستقيم، هو العبودية لله واجتناب الطاغوت. من عبد الله واجتنب الطاغوت؟ الذين أنعم الله عليهم من هم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديقون العلماء الربانيون، الشهداء الذين بذلوا مهجتهم في سبيل الله، أولئك هم الذين أنعم الله عليهم.